هنا بإمكان الفرد أن يكتب قصة نجاحه ويعود إلى حياته الطبيعية بعد أن سلبه الإدمان بريق الحياة وذوقها. مركز مكافحة المخدرات والإدمان المتواجد ببوشوي بالعاصمة أصبح يعد مقصدا لعدد الشباب الذين دخلوا عالم الإدمان. باش قلك ما كنت عايش كبشر، ما كنت عايش كبشر. علاه الانسان كيدخل فيها الصوالح يغرقوه وتولي دير في الصوالح ما تعباش روحك بهم، نهار كومبلي راقدو تنوض غير في الليل جابت تحوس على الصوالح تسكع على نهار كومبلي ما كدير فيه والو، تفشلك في الخدمه كيما الناس نتنافيغي ني حتى حاجه ديرها، تفشلك على كلش وزيد تكسرك معنويا، ما تقدرش مين با تخسر والديك تخسر صحابك تخسر الف حاجه وحاجه. فكرنا كاختصاصيين ما هو المكان اللي نقدروا نديروا فيه مركز خاص، فكرنا على غابه جو طبيعي، حنا الشباب هذوك نقدوهم الحياه الشعبيه ونجيبهم هنايا يقعدوا بوندون 3 جور معنا. المركز قادر يرفد الى 60 شاب، المركز مجهز بفرقه ميديكو بسيكو بيداغوجيه اللي راكم شفتوها. منذ أكثر من شهرين حميد يزاول العلاج بالمركز، فبالمثابرة والاجتهاد اقتنع بوجوب مواجهة المصاعب الحياتية عكس الهروب منها. وصلت النقطة ما نديش كيفاش نكمل بها لقدام، ترى لا كرهت كلش، أي حاجة مش مليحة قاع صرات لي، أي حاجة مش مليحة درتها، وصلت النقطة أني خلاص باش مانيش نرجع لاريال وبنجي ليانا بوسيط لقدام. صاحبي كيفاش خمنت باش تجي المركز هذا؟ بيها وخمنت باش نجي، ايه كرهت صاحبي، كرهت كلش، نقيت نضر في روحي ما يمشيش ربي ما يجبدش لعبتك معايا، وديسيديت بلي خلاص نوصل، وصلت النقطة بلي ما نرجعش لاري وبلي جا ليا نحبس هاد الصوالح تاعي باسكو لا خسرت كلش. خصوصية المركز تكمن في برنامج إعادة التأهيل الخالي من أي أدوية، أين تكون إرادة المدمن فقط هي الأساس في العلاج، إلى جانب الاستعانة ببعض التجهيزات سواء للاسترخاء أو للتخلص من سموم المخدرات. هذه إعادة التأهيل احنا نشوفوا اسكو هاد لو باسيون عنده إرادة، كي نصيبو عنده إرادة نقدروا نخدموا معاه. فشي شويه آلات كما راك تشوف هنايا، كاين آلات تاع النشاط البدني، تسمى نعاودو نرجعو له النشاط البدني تاعي افيري امزور، باسكو حنا نشوفوه شاك سيمان كل خميس ولا كل تنين يجي لعندنا، وكاين آلات اللي تنحيلو هذاك السطر اللي يحكمو في ظهرو كي يشرب الدواوات، منها ليريكا فليمون كذا كيجيه السطر، كاين آلات يخدمو بلا شالور هكا يجبدو له السموم تاعو من ظهرو افيري امزور، ما طراو ينقص في الادمان تاعو باسكو كاين اللي ما يقدرش يحبس ديريكتومون. بلو سويفي هذا شاك سيمان نديرو معاهم ان بروغرام دو ريديريسيون كيفاش ينقصوا لا كونسوماسيون تاعهم بالعقل بالعقل حتى نلحقوا لهذيك حبه نص حبه. نداويوك شغل بلا ادويه، فهمني كيفاش، يعني ما عالجش لكش حاجه بحاجه، فهمني، يداووك معنويا وين تدخلك توصل برا وقدامك تحطوا هذوك الصوالح قدامك تيفيتيهم. وزيد حاجه واحده اخرى، سبور عندك فاتكون تعطوك تيزانه هنايا شغل كلش طبيعي ياك معايا. هاد الاراده القويه تاعك هي اللي راح تخليك باش تخرج ان شاء الله من طريق الجحيم تاع المخدرات. مراحل عديده يمر عليها حميد واصدقائه، فبهذا المركز تسترجع الثقه بانفسهم وترسم ورقه طريق جديده لحياتهم اليوميه. كي يجي جون هنا اول حاجه ندير له ديبيستاج التيست، نبداو بالتست، نديرو تست نعرفو واش يستعمل، لما نعرفو واش يستعمل فيه برنامج تاع العلاج، واش يدخل فيه في العلاج؟ أولا في لا بسيكوثيرابي، بسيكولوك، تاخدو اون شارج باش تطلع له في المعنويات تاعو والقدرات تاعو باش نجي يتغلب على المادة اللي يتناولها. ثاني حاجة يروح لا ريلاكساسيون، الاسترخاء اللي شفتوه انتوما، آلات تستعمل الاسترخاء، فيها سيركوي، السيركوي هذا، فيه الرياضة، ذاك تشوف فيها يجرو برا اللي جن راهم يشرو راكم شفتوهم. يجري برا من بعد مده تاع الرياضه يدخل على الاسترخاء، يدير الاسترخاء تاعو يروح يدير لا سيونس دو بانيوثيرابي، هذاك الماء كما تعالج بالماء، لما يخرج بالماء هذا تاعو يكمل نعطيو له لا تيزان،
لاتيزان هذه اعشاب طبيه اللي تخليه يتغلب على الاعراض اللي تبان لما الشاب يقلع، يعني بالعمال المونك باش يتغلب على المونك تاعو. وفيه متابعه سمعنا رانا نتبعوا فيه حتى ان شاء الله يتخلص من الماده السامه اللي يستعملها ويكون فيها نتيجه. بهذا المكان الهادئ وبوصفات طبيعيه يعمل هذا المركز على انتشال شباب من وسط مظلم ومصير غامض الى حياه جديده، فقط لمن كانت له الاراده والعزيمه.